طيب خلينا بقى نروح بعد كده لزميلنا كريم احمد مراسل قناه الاهلي، ونتعرف على اخر اخبار النادي الاهلي والاجواء هناك عامله ازاي. كريم صباح الخير وتفضل. صباح الخير عليكم، طبعا كل التحيه ليك زميلي العزيز كريم، كل التحيه لزميلتي العزيزه نهاوند، وصباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. كالعاده طبعا متواجدين في استاد مختار التتش واستعدادات على قدم وساق بالنسبه لفريق النادي الاهلي. مباراه كاس مصر للاهلي والترسانه يوم الاربعاء ان شاء الله على استاد الاهلي طبعا باذن الله في تمام الساعه 8 مساء. كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. احنا عارفين ان مباراه الكاس بيكون فيها مفاجات ومختلفه بشكل كبير جدا عن مباريات بطوله الدوري العام، محتاجه جهد كبير، محتاجه رغبه ودوافع متجدده لكل لعيبه النادي الاهلي، فده الدور اكيد الكبير اللي بيقوم به الجهاز الفني بالكامل، وايضا كمان اللاعبين الكبار في صفوف فريق النادي الاهلي. بشكل عام طبعا لو بنتكلم على اخر اخبار فريق النادي الاهلي اللي بيستعد بكل جديه لهذه المباراه، عندنا ظروف صعبه جدا قبل هذه المباراه من غيابات واقافات، وممكن كمان عايز اتكلم في البدايه خالص على علي لطفي حارس مرمى للنادي الاهلي اللي بالفعل خلاص تم تاكيد العينه، يمكن الحمد لله طلعت سلبيه، يمكن عمل اكتر من مسحه طبيه طبعا للاطمئنان. بشكل عام احنا الفتره اللي فاتت عليه كانت النتيجه ايجابيه، فبعد بشكل كبير جدا عن التدريبات والمباريات، لكن الحمد لله مع توالي المساحات الحمد لله النتيجه طلعت سلبيه، والنهارده كمان متواجد وهيقوم بعمل المسح النهارده مع فريق النادي الاهلي. احنا عارفين قبل 48 ساعه من كل مباراه وفقا للبروتوكول الخاص بوزارتي الصحه والشباب والرياضه بيكون في عمل مسحه طبيه تحت مسمى رابط تيست. علي لطفي هيكون متواجد مع فريق النادي الاهلي للاطمئنان بشكل عام على سلامه كل افراد الجهاز الفني واللاعبين والعاملين في فريق الكره. باذن الله كل الامور تكون ماشيه بشكل طيب، وكل النتيجه ان شاء الله وكل المساحات باذن الله تكون سلبيه لكل فريق النادي الاهلي. بيغيب كمان عن صفوف الفريق في المباراه القادمه عناصر مؤثره جدا، لكن احنا عارفين لما بناكد ان ثقتنا كبيره في كل اللاعبين، كل لاعب هيكون متواجد ليه دور، لان الفتره اللي جايه محتاجه جهد كبير ومحتاجه تكاتف من الجميع، سواء المباريات المتبقيه لبطوله الدوري العام وتحديدا بقى الحلم الكبير وهي البطوله الافريقيه ومباراه الوداد المغربي اللي ليها يعني واخده حيز كبير جدا من دين كل لعيبه النادي الاهلي، لانها مباراه غايه في الصعوبه، يمكن تحدد المباراه ليها وبعد كده تاجل عشان موضوع خاص بكورونا في المغرب، لكن خلاص تم تحديد المباراه زي ما احنا عارفين يوم 17. فباذن الله ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي تحديدا في البطوله الافريقيه. بيغيب زي ما بناكد نقول عمرو السوليه وايمن اشرف وعلي معلول. عمرو السوليه وايمن اشرف عارفين طبعا ثلاث انذارات حصل عليهم ايمن وعمرو السوليه، فاكيد هيغيبوا عن مباراه الكاس، بجانب بقى علي معلول اللي يمكن كان في تنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره ان هو يكون متواجد في تونس للانضمام لمنتخب بلاده، ده يمكن طبقا طبعا للاجنده الدوليه الخاصه بالتنسيق الكامل سواء بالاتحاد التونسي والاتحاد المصري. فعلي معلول هيكون غائب ايضا كمان عن المباراه القادمه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، وبينضم له كمان جيرالدو، يعني جيرالدو كمان تم الاستدعاء الخاص به بالنسبه لمنتخب انجولا. يعني طبعا كل اللعيبه احنا عارفين يعني الاجنده الدوليه بيبقى فيه لعيبه بيستعين بيها فريق طبعا المنتخبات بشكل عام، لكن خلاص بقى المتواجد بالنسبه للمباريات المتبقيه لفريق النادي الاهلي مع انتهاء ان شاء الله باذن الله الكل باذن الله يكون على قدر المسؤوليه كالعاده ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. بجانب طبعا كل هذه الاخبار عايزين نروح شويه بقى للنشاط الرياضي لفريق النادي الاهلي. احنا على طول بنتكلم طبعا على فريق الكره، لكن النشاط الرياضي الحقيقه عامل طفره مميزه جدا، وشفنا الفتره اللي فاتت بطولات، يمكن شفنا سيدات كره السله، سيدات كره الطائره، رجال الكره الطائره الحمد لله يمكن كانت كلها بطولات خلال الفتره اللي فاتت، لكن النهارده خبر اكيد يعني هيسعد كل جمهور النادي الاهلي وتحديدا طبعا كل الجمهور اللي مهتم بالعاب الصالات. النهارده يمكن خلاص هيتم الاتمام التعاقد مع اللاعب اسامه الجزيري، طبعا ده لاعب فريق نادي الترجي التونسي ومنتخب تونس، لاعب نادي الاهلي حاليا بقى دلوقتي لكره اليد. خلاص كل الامور الحمد لله مشيت معاه بشكل مميز جدا بالنسبه للتعاقد. رغبته الاولى طبعا كانت للنادي الاهلي، الكابتن طارق محروس المدير الفني لفريق النادي الاهلي دعم بشكل كبير جدا صفوف الفريق، اكثر من لاعب يكون متواجد، لكن تحديدا لما بنتكلم على اسامه الجزيري واحد من اللعيبه المميزين جدا، وهيكون اضافه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي خلال المرحله القادمه وتحديدا في البطولات. ايضا كمان بالنسبه للنشاط الرياضي بينضم اربع لعيبات لسيدات كره السله للنادي الاهلي، النهارده كمان هيتم انهاء التعاقد معاهم. ابدا معاكم طبعا بفريده وائل لاعبه نادي هليوبلس، ونهى شتا ايضا كمان في نادي هليوبلس، وسلوى هارون ورنا نبيل، يمكن سلوى هارون من نادي الزهور ورنا نبيل من نادي سبورتنج. يمكن دي حاجه مميزه جدا ان احنا بنشوف التدعيم، لان خلاص اما الموسم بينتهي القادم هو اللي بيكون اصعب، وده اللي يمكن بياكد عليه طبعا سواء كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي او كل المديرين الفنيين في كل القطاعات، القادم بيكون اصعب، هو ده اللي محتاج يكون في دعم ومحتاج يكون في تطوير كبير للنشاط الرياضي بالتحديد. الموسم القادم باذن الله يعني احنا حققنا نتائج اكثر من رائعه بالنسبه لكل المستويات، يعني مش عايز اتكلم طبعا على الالعاب الجماعيه بس، الالعاب الفرديه كمان قدرنا ان احنا نحقق فيها نتائج طيبه جدا، فان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل لفريق النادي الاهلي. عايز ارجع كمان سريعا
بقى لفريق الكره النهارده. يمكن تدريب صباحي زي ما اكدنا عشان المسحه الطبيه. غدا هيكون التدريب الساعه 4:30 عصرا طبعا، مع يعني خلاص بقى الفتره القادمه زي ما بنقول. مباراه الاهلي هيكون يوم الاربعاء ان شاء الله على استاد السلام بالنسبه لفريق الترسانه. ان شاء الله باذن الله كل لعيبه النادي الاهلي يكونوا موفقه في هذه المباراه، اداء ونتيجه، وده اللي بينتظره كل جمهور النادي الاهلي. ده الامل وده الهدف لكل اللعيبه، اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. برجع لكم في الاستوديو من جديد. رائع جدا جدا، نشكرك زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي، شكرا ليك.